هتفضلي قاعده سرحانه كده على طول؟ لا ابدا مفيش حاجه. سمارة، نعم، انت بتفكري في ايه؟ مفيش. هنيدي زعلانه؟ زعلانه انه ساب البيت ومشي؟ اصل هنيدي غلبان وبعدين رجله مكسوره، مين بس اللي هياخد باله منه؟ غريبه، كنت بحاول ان اديكي اجازه عشان تقعدي معي، كنتي بترفضي. ايوه اصل انا خلاص ما عدتش اطيق قعده البيت، خدت على الشغل وعلى الخروج، اعمل ايه بس؟ ودلوقتي بكلم نفسي، ساعات بقول لروحي عاوزة ايه اكتر من كده؟ مش هو ده اللي كنت بتتمنيه؟ وساعات الاقيني بقول لنفسي ايه فايدة الست من غير راجل؟ وخصوصا لو كان الراجل ده جوزها وقريبها وحبيبها وكل حاجة. اصل انا عمري ما عرفت غير هنيدي ولا شفت راجل غير هنيدي. هنيدي كان بيحبني قوي، عمري ما شفت معاه يوم وحش ولا عمره قسى عليا، عارفة؟ حتى لما كان بيشخط فيا من ورا قلب، اصل قلبه زي القشطة، وكان بيحبني قوي. عارفة امبارح ما عندكيش فكرة انا جرى لي ايه؟ اول مرة كده احس اني زي التعبانة، عيانة، خايفة. انا عمري ما حسيت اني خايفة، عمري ما حسيت بالاحساس ده وهنيدي معايا وجنبي، كان بيشيل عني كل هم، كان دايما يقول لي عارفه يا سماره انا الراجل وانت الست. كنت بزعل، كان يقول لي الراجل مسؤوليته بيته ومراته وعياله، كنت بضحك لاني مش فاهمه. اديني بطلت اضحك لاني فهمت. سماره هرجوك ما تعيطيش، ارجوك يا سماره اكده، نبقى اتفقنا. اللي طلب منك 1000 اخد منه 2000. براوة عليك، روح ربنا يكتر المية في ترعيتكم ولا يمنع اللحم على بيتكم. اهدي، ده الشغل هيحلو قوي. ودلوقتي نجيب رغيف عيش وشوية ملح. شوية ملح ليه؟ لا دي مش عايزه ملح، دي عايزه كباب وكفته. هلا هنادي. نعم يا زكي بيه. يالا. نعم. بقول لك يالا، تروح يالا تجيب لنا 2 كيلو كباب وكفته كده عجب، يالا خد وتحبش كده شويه سلطات. حاضر. وبقول لك ايه؟ نعم. خد الربع جنيه دي هات لك بيه فول. فول؟ ايوه، عشانك انت، عشان تاكل. لا انا ماليش نفس، والفول بيجيب تصلب في الشرايين. ايه؟ بقول لك ايه يالا؟ اقول لك تجيب فول يعني تجيب فول. حاضر. تعايزهم يقولوا عليا ايه؟ مشغلك معايا وما باكلكش. حاضر. يلا قال. حاضر. قول لي. نعم. انت واثق في الواد ده؟ لا تخافش، حط في بطنك بطيخه صيف، اني واثق منه كويس قوي. ده لو فكر بس يلعب بديله اقطع له رقبته مش ديله. بقول لك ايه، تعال نتكلم في شغل بكره. ايه يا بصبص يا حبيبتي، انت لسه صاحيه؟ ايوه يا بابا، مش جاي لي نوم. ليه يا ماما مش جاي لك نوم؟ اصلي زعلانه. زعلانه؟ زعلانه من ايه؟ عشان ماما عايده وجدته ما جوش يشوفوني. معلش يا حبيبتي، بكره ان شاء الله هيجوا ويشوفوكي ويقعدوا معاكي كمان. انا وشي وحش عليكي ابله؟ لا يا حبيبتي ما تقوليش كده، مين اللي قال كده يا ماما؟ طنط سميره قالت لي ان انا لما جيت هنا عمو زغلول رفضوني من العموديه وجدوا مسعود تاه. معلش يا حبيبتي. لا جرى ايه يا هبه؟ هتفضلي سهرانه كده للصبح ولا ايه؟ وانت يا شاطره يلا نامي. حاضر يا ماما. بنتك يا حبيبتي، وكل اللي يجي البيت ده يقول لي ماما يلا ناموا. هو ليه كل الناس مش عاوزين يقول لهم يا ماما؟ وانا ماليش ماما.
حبيبتي ما تقوليش كده، مش انا صاحبتك وحبيبتك؟ خلاص بقى، عايزه ايه؟ عصام انا هنزل مصر عشان اشوف موضوع الاجهزه بتاعه المستشفى. باي باي حبيبي. ايوه هتجوزها. لا 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 مش هتجوزها، لكن انا عايز اتجوزها. يبقى هتجوزها؟ لا مش ممكن اتجوزها، مش ممكن مش ممكن. جميل ام هوم. جميل وير ار يو؟ ار يو هوم؟ هو ار يو؟ الحق اهي وصلت. دي بطورتن خواجاتي. بطورتن؟ يعني ايه؟ بتقول ايه؟ وات هو ار فواريو؟ مفيش طبيخ بقى. فواريو يعني مفيش طبيخ؟ مالكيش دعوه بقى، اللي قلت قلته خلاص. ازاي تقول كلام معقول؟ انت راجل متعلم ومعاك شهاده قد كده. شهاده وفاه ابويا مش شهاده. ما تفضحيناش. اسكتي كلي واسكتي. خلاص وات ار يو دوينج هير؟ يس يس I am maybe perhaps suppose Malawani. I am Malawani and it is my husband Shukriya. Your son. Who are you? What are you doing here? Get up. Get up. Grab it. Grab it. يا ما في الجراب يا حاوي. Grab it, sir. I said get up. Stand up. Yes, 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 yes. Stand up. I want to see you about maybe suppose احنا ممكن نمشي دلوقتي حالا. استنى بس استنى. لان ملهاش لازمه. احنا مش هنعرف. السلام عليكم. ايوه. وعليكم السلام. الست بتاعت فلومين. استنى. جميل. جميل هاتني. جميل. جميل هاتني بليز. الحمد لله على السلامه يا حلوه يا بلحه يا مقمعه. الهي جميل، في اتنين هرميين، واحد راجل واحد وليا. لا دول ملواني. ملواني شكرانية. مين دول جميل؟ دول ضيوف يا اخت. قرايبك دول جميل؟ لا است كل. ايه دي يا حبيبي؟ انا بقالي اسبوع جايب عنك مسافر وانت كده يقابلني مكشرة. Didn't you miss me? Aren't you happy I'm home? Well anyway, you missed this trip. جميل. It was marvelous. Fantastic. كان رحلة حلوة خالص خالص. ألف نهار أبيض. وهيصت مع أصحابك هناك. Yeah. We had a very nice time. مش سيبانا هنا لوحدك. أو جميل. أنت رفضتي يسافر معايا. افترض أني رفضت. أنت بتسيبيني وتسافري؟ حبيبي أنت ما كانش عاوز يسافر. أنا كان عاوز يسافر. أنت حرة. أنا حرة. أنت حرة هناك وأنا أحر هنا. لا شوفي بقى، انت مش حرة. What do you say؟ انت هنا في مصر. What do you mean by انت هنا في مصر؟ يعني ما انتش في امريكا. Well I know very well انا هنا في مصر مش في امريكا. So what؟ ايه الفرق؟ هتفرق كتير قوي. هنا مش حاجة اسمها خروج. هنا مش حاجة اسمها فسح. هنا مش حاجة اسمها. What do you mean by that؟ إيه؟ لا مش كريزي. بس انا فوقت نفسي بس. What are you saying جميل؟ انت مجنونة. جن لما يلخبطك احتري نفسك. Oh no my god I can't believe it. What did you do؟ مش ممكن. انت يضربني؟ انت يقولي اكراسي؟ مش اديني اكراسي. من هنا ورايح مفيش كلمة في بيتك كلمتي. انا بس اللي اقوله هو كلامه. مفيش حاجة اسمها خروج. مفيش حاجة اسمها سفر. مفيش حاجة اسمها نادي. مفهوم؟ No, you drove me to wall. I can't sleep with you anymore. I'm leaving. أنا ماشي. ماشي أشفر رقبك. هطلبك في بيت الطاعة وهاخد النفقة بالدولار. ملواني استخبى استخبى. جاية جاية. على فين يا حبيبتي؟ واخده هدومك ورايحه على فين؟ I'm going home. هون؟ ضربك بايد الهون؟ انا ماشي مش راجعه هنا تاني. يا بصبتي حد يسبته ويمشي ما يرجعش تاني ليه؟ ايوه انا اروح امريكا مش ارجع هنا تاني علشان جميل زقالي وضربني كمان. زقالك؟ ايوه
انا عارفه هو زقع لك ليه بقى. اصل دي خطه. خطه؟ يعني ايه خطه؟ خطه عشان تخرجي من هنا ويتجوز عليكي. اسألين انا عن عمايل الرجاله، يسربك من هنا، يزعلقك يعني ويتجوز عليكي. سربك، زعلقك، جوز عليكي. It's impossible. يعني ايه؟ زي ما بقولك كده يا حبيبتي، اسمعي كلامي. وعارفه كمان هيتجوز مين؟ لا مش يعرف انا يجوز مين. نوال. نوال بنت زغلول. نوال؟ مش ممكن. ايوه، اسالين انا حاكم الرجاله عنها فارغه. طيب انا يعمل ايه؟ انا اقولك بقى تعملي ايه. ترفعي عليه قضيه طلاق وتشوفي شاطر يجرجره في المحاكم. ايوه، معقول يا حبيبتي؟ يعني ياخدك لحم ويرميك عظم؟ امبوسيبل. ارجوك يا باشمهندس اهدى اهدى. ازاي؟ بقول لك ازاي تستولى على ارض الشارع؟ بيصوروا وعملوا ارض مباني. قصدك على مدخل المدينه؟ ايوه. ولا يهمك، هناك الحته وسعاي، والشارع هناك اعرض من اي شارع في البندر. ايوه، ما هو ده كان تخطيطنا من الاول. معلش، الشارع هناك اعرض من اللازم. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني ما فيش شارع في الدنيا عرضه 100 متر، عشان كده لازم يستفيد من عرض الشارع. برضه مش فاهم. يعني ممكن نبني شريط مباني في وسط الشارع العريض. انت بتقول ايه؟ زي ما بقول لك كده، وهو نسيب لكم من كل يمه 10 متر ويبقى استفدنا من عرض الشارع. مش ممكن طبعا الكلام اللي بتقوله ده، مش ممكن. ده كلام للمصلحه العامه. المصلحه العامه؟ المصلحه العامه انكم تستولوا على الشارع وتعملوه مباني علشان اطماعكم واغراضكم، وتقول لي مصلحه عامه؟ يا باش مهندس عصام، شوف انت بتكلم مين. بكلم مين؟ انا عرفت دلوقتي زكي بيتصرف كده ليه. انت بتحميه طبعا، ما هي سابتها لكم تقسموها زي ما انتوا عايزين. اتفضل اطلع بره. لا، مش انا اللي اطلع بره. اذا كنت فاهم ان انت ممكن تقدر تشيل زغلول وتشيل غيره تبقى غلطان، لكن انا مش هسكت. انا هفضحكوا في كل مكان، هوريك. استنى ايه؟ اضرب. ما هو لازم واحد يموت علشان الناس تصحى. هتموت وهتترمي وسط الكلاب كماني. وقف عندك يا سبع الليل. وانت يا باش مهندس، اذا كنت عايز تعيش اقفل بقك وقعد ساكت. ما سبت السبع الليل يخلص عليه ليه؟ جرى ايه يا زكي؟ انت عاوز تودينا في مصيبة؟ اني لو مكانك اللي يقف قدامي اخلص عليه. جميل بيه، ارجوك، في امر خطير لازم تتصرف بسرعه. ايه في ايه؟ العمده الجديد مصور ارض الشارع الرئيسي في المدينه ومقسمه ارض مباني. رحت اتكلم معاه، رفض انه يكلمني. وهدي بيه. اكتب شكوى للجنه وهي تتصرف. شكوى لجنه؟ جميل بيه، كفايه بقى، ارجوكوا كفايه بقى، كفايه. عرفتوني انتوا مشغلكم، انا مش عايز سكولات ولا مشغلكم. برا. هتعمل ايه هنا؟ انا عاوز اقابل العمده. عايز تقابله ليه؟ عاوز اقول له سر. ايه سر؟ الجدع ده لقيته بيحوم بره. انا كنت عاوز اقابل سيادتك عشان اقول لك على سر خطير. سر ايه؟ خطير. ايوه. ايه في ايه؟ حضرة العمدة عاوز. عاوزني انا؟ ايوه. ليه؟ هناك هتعرف منه كل حاجة. انا مش هروح. هتقول ايه؟ سمعني حاكماني، ما سمعتش كويس. غرايه يا ابو سري، الله ما تسلك ودانك. امال الراجل بيقول لك هروح له. احسن لك تطوعني.
في ايه؟ انا خلاص سبت المزرعه، اعتبروني مش مسؤول عنها. احنا مش باعتين لك عشان المزرعه، لا. امال عايزيني في ايه؟ في اللي اخدته من المزرعه. ايه؟ المئة الف جنيه اللي انت قبضتهم تمن البهايم اللي بعتهم. ايه؟ ما تقلقش يا باش مهندس، احنا عارفين انك بعت الانتاج الزايد وكنت ناوي تورط ثمنه لعمدة المدينة طبعا، لكن المشكلة انك نسيت، مش كده؟ مفيش مشكلة، المشكلة بسيطة، يدوب نسترد الفلوس ويبقى المشكلة منتهية، وإلا انت عارف بقى الفضيحة، وبرضو هنسترد الفلوس. قلت ايه؟ رجعتي؟ حرام عليهم كده، مش ممكن. ايه؟ في ايه؟ تصور، تصور رحت الاقي الوزارة موافقة على انها تدينا الاجهزة منحة. معقول؟ طب كويس والله. باقي رحت بقى عشان استلمها، لقيتها عبارة عن خردة، فضلوا سايبينها في المطرة والشمس لحد ما صدت. طب ليه؟ ما كانوا ادوها لنا من الاول، معدات طبية بتلاتة مليون جنيه تفضل مرمية في المينا. فتحوا عينيكم كويس قوي، البضاعة هتوصل الليلة. لا ما تشيلش هم ابدا يا عمدي. تستقبلوا العربيات على بداية الطريق الزراعي وتاخدوها من بره بره على المخازن عدل، فاهم يا زكي؟ فاهم يا سبع الليل؟ ما تقلقش يا عمدي. فتحوا عينيكم كويس، البضاعة تمنها ملايين، مش عاوز جنس مخلوق عينه تقع عليكم. واللي عينه هتوجع مش هيلحق يتكلم. عفارم عليك يا سبع الليل. راجل يلا يا رجالة شوفوا. هيا بابا عملت ايه؟ ما خليتش لا مستشفى ولا قسم بوليس، ما فيش حتة ما سألتش فيها، وفي الاخر خالص ما لقيتش قدامي غير امي. هنشر صورته في الجرايد. يا اخويا بكره يرجع، يعني هيروح فين؟ هيروح فين يا سميرة؟ ده فقد الذاكرة. يعني ايه؟ جده خلاص ده. لا 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 ما تقوليش كده يا هبة، ان شاء الله بكره واحد ابن حلال يشوف صورته في الجرنال يدلنا عليه. حبيبي يا جده، يا ترى انت دلوقتي فين؟ يا ترى بتعمل ايه؟ ايوه يا اختي اللي بيها مناحه، اصل احنا ناقصين نكد. لا انا دلوقتي هجيب صحابي. ايوه وهننزل ندور على جده، لازم نلاقيه، لازم نلاقيه يا بابا. بقولك ايه نوال، هو الواحد اللي يتوه ده بعد قد ايه يعتبروه ميت ويورثوه؟ قصدك ايه يا سميره؟ لا لا ابدا، بس بسال. سالي ايوه. على فكره يا نوال، هما بيعملوا ايه في مدخل المدينه؟ انا شايفهم عاملين سور في وسط الشارع الكبير كده، هما بيعملوا ايه؟ ابدا يا بابا، دول ناويين يبنوا فيه. يبنوا في الشارع؟ ايوه ايوه. مين المجنون اللي قال كده؟ اللجنه. لجنه من طرق المصلحه العامه. المصلحه العامه انهم يبنوا في وسط الشارع ويسدوا مدخل المدينه؟ ده انا هروح اطربقها على دماغ العيال كده. هو ايه بقى يا زغلول؟ وانت فاهم نفسك لسه العمده ولا ايه؟ لا يا سمير، انا عارف ان انا مش العمده، لكن مش معنى كده ان انا اسكت، انا هنزل حالا. بابا حضرتك لسه جاي تعبان، وبعدين في حاجه مهمه قوي المفروض انك تعرفها. حاجه ايه يا نوال؟ كلمي. زكي، زكي نائب العمده هو اللي حط ايده على الشارع بوضع اليد. زكي؟ اه زكي. وانا مالي؟ والكارثه انهم جايبين ناس تحميهم. ناس مين يا نوال؟ سبع الليل ورجالته. سبع الليل؟ ايه اللي بتقوليه ده يا نوال؟ ومانعين حد يمشي في الشارع بالليل. يعني ايه مانعين حد يمشي في الشارع؟ افرضي حد رايح شغله ولا حد عايز يشتري حاجه يعمل ايه؟ انا بنفسي شفتهم واخدين اتنين، ولولا زكي كانوا خدوني انا كمان. ياخدوكي يا اخي؟ خدهم ربنا، هي الدنيا سايبه؟ مش عارفه، في حاجه غريبه بتحصل هنا، زي ما يكون مش عارفه اقولك ايه. محمود؟ لا يا ماما. اخس عليك يا هدى، انا مش قلتلك تسالي عليه يا بنتي؟ طب هسال عليه فين بس؟ لو ليه قرايب كنت سالت عنه، ده مالوش حد، مقطوع من شجره. طب وعم مسعود ما سالتيش عليه؟
عم مسعود؟ ماله؟ ماله عم مسعود؟ اتكلمي. لا ابدا، ما انا سالت عليه وهو كويس. هدى شكلك كده بيكذب عليا. هكذب عليك ليه بس يا ماما؟ مفيش حاجه. هدى انا لما جبت لك سيره مسعود ساهمتي، الراجل جراله حاجه يا بنتي قولي. ابدا، كل الحكايه انه ايه يا بنتي؟ انطقي. الراجل جراله حاجه؟ تاه، خرج ومش لاقيينه. تاه. مالي؟ مش عارفة مالي؟ كل اللي عملتيه فيا وبتسأليني مالي؟ انت خسرتيني كل حاجة، اسمي وشرفي وضميري، خسرت كل حاجة، حتى اللي من الحرام راح راح. انا خلاص ما بقتش طايق اشوفك. بكرهك بكرهك بكرهك، كنت سبب. روح روح. روح منك يا بابا، انت امك، منك لله، منك لله. البضاعة بتاع الليلة كانت من احسن صنف. انت بتفهم في الحاجات دي يا ابو السباع؟ الا بفهم، دي كمان دي شغلتي من زمان. صحيح؟ أنا طول عمري بشتغل في التهريب ما بين مصر واسكندرية، ناخد البضاعة من اسكندرية بعد ما توصل من البحر ونسلمها في مصر. بس بصراحة دي أول مرة أشوف كمية كبيرة كد كده. إلا يا أبو السباح، يا البضاعة دي تساوي كام؟ كتير كتير قوي. يعني قد إيه كده؟ مش أقل من 10 مليون جنيه. ها؟ 10 مليون؟ ويمكن أكتر كمان. ويمكن أكتر. سبع الليل. إيه يا زكي؟ بقولك إيه، مش عاوز تكسب لك كده قد 1 مليون ولا 2؟ وفي حد ما يحبش يبقى عنده 1 مليون ولا 10؟ بس كيف؟ طب ايه رايك في اللي يكسبك بدل 1 مليون 10، وانت تاخد النص وانا النص؟ اني مش فاهم حاجه. افهمك اللي وصلت. ايه رايك لو نقسمها؟ زكي هتقول ايه؟ نقسمها كيف؟ طب وصاحبها؟ صاحبها مين؟ هي لعبة صغيرة هنلعبها، دي حكاية بسيطة قوي. لا أني مش فاهم حاجة. ما قلتلك أفهمك. ما هاني أني زكي 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 أبو المفهومية. وبعدين يا ماما، ده أنت مزعلة نفسك من الصبح. ما زعلش نفسي ازاي بس يا هدى؟ الراجل صعبان علي، ولما افتكر انه تايه مش عارف هو مين ولا رايح فين ولا. انا حاسه زي ما اكون انا السبب يا هدى. انت السبب ليه يا ماما؟ عشان انا عارفه، انا عارفه يا هدى. ماما انت اعصابك تعبانه والزعل ده مش كويس عشان صحتك. لكي انت اتجننت. سبع الليل اسمع الكلام اللي بقولك عليه، دي احسن فرصه لينا احنا الاثنين. ايوه لكن يعني ما لكنش الا بقى اذا كنت خايف او جبان. هتقول ايه؟ سبع الليل عمره ما يخاف ولا يبقى جبان. خلاص
يبقى تنفذ اللي قلت لك عليه وما تخافش، هتطلع منها زي الشعرة من وكل شيء هيبقى لسط. تفتكر يعني ان كل شيء هيبقى تمام؟ انا مرتب كل حاجة. ادري فعلا. طيب الصنط علينا؟ قبل ما زكي بايه ده انا كنت جاي اشتري الاكل. تشتري الاكل ولا تصنط علينا يا قلب؟ هتصنط علينا كيف؟ اطخ واخلص منه. لا لا مفيش جعب السباح، تعال نكتفه ونربطه في المطبخ ونسيبه يمكن تطلع له فايده بعدين. دامي خش على هنا يا زكي بايه؟ على هنا. واجبي. واجبك؟ وايه واجبك ده بقى؟ ان امنعك من دخول المدرسة. يعني انا من دخول المدرسة؟ ايه اللي بتقوله ده؟ دي اوامر حضرة العمدة. عمدة ايه وهباب ايه؟ تجننتوا انت والعمدة بتاعك ده ولا ايه؟ لا مع السغلول مفيش داعي للغوط. يعني ايه؟ يعني حضرتك ممكن تقابل حضرة العمدة وتتفاهموا اياه ومكتبه مش بعيد. هو ده اللي هيحصل فعلا. اللي يمنعني من دخول المدرسة قال ادي اللي كان ناقص. ده انا كنت اشرب من دمه. انت اللي تشرب من دمه. هتشوف. انا عايز افهم بقى انت عاوز مني ايه بالظبط؟ اذا كنت فاكر انك باسلوبك ده هتخليني اسيب المدينه وامشي تبقى غلطان. انا مش همشي من هنا وهفضل في المدرسه وهفضحكم كلكم يا شويه حراميه. طب ما تردش عليا ليه؟ ما بتردش عليا ليه؟ قتلتوش يا لوان. انت برضه تصدقين ابوكي ممكن يقتل؟ امال مين يا بابا؟ صدقيني ما قتلتوش ما قتلتوش. ما اعرفش انا دخلت لقيت السكينه مضروبه فيه. ايه ده؟ قتلته يا مجرم؟ لا انا ما قتلتوش. ما قتلتوش ازاي؟ ما قتلتوش. السكينه في ايدك. ما قتلتوش. تصريح ايه يا عمر؟ اقبض على المتهم لغايه ما الوديه النيابه. لا لا بابا ما قتلهوش. ما قتلتش. صدقوني الشعب الموضوع ده خالص. ما قتلتوش ما قتلتوش. فاكر انا عايز اشوفه. امشي بس ابني اشوفه. امشي بنهنها يا حرمه. حرمه يا جمال. ده في نفسك انت حددت دول انت ولا عملك. زكي زكي انا عايز اشوف زكي. ها سمير هاني ماني. انا اسف. ممنوع ممنوع ازاي يا زكي؟ ممنوع يعني ممنوع. زكي انت نسيت نفسك. ده انت حددت سمير هاني. انت اللي ظهر عليك نسيتي نفسك ونسيتي انت بتكلمي مين دلوقتي. انا دلوقتي بقيت العمدة. ايوه العمدة. ما هو لما العمدة يموت النائب بتاعه يبقى العمدة. نسيت ان انا اللي عملتك يا زكي. شفت اللي ظهر عليك نسيتي نفسك. اذا كان العمدة الله يرحمه كان بيتعامل مع حريم فقال لا انا راجل واتعامل مع رجاله. وعمر ايه لما تيجي في ايد حرمه خصوصا اذا كانت حرمه من صنفك. اخرس سيبني. اعرفي مقامك والزامي حدودك. ماما 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 ابوك ضاع. ابوك ضاع يا جنان. ابوك ضاع وكل حاجه ضاعت. كل حاجه ضاعت. كل حاجه ضاعت. Allah Allah Allah.
بدر اتقتل، بدر العمدة اتقتل، بدر العمدة اتقتل. وزغلول العمدة هو اللي قتله. ايوه انت اللي قتلته، والعمدة هو اللي قتله. يعني البلد بقت من غير عمدة؟ مفيش عمدة خلاص. لكن في زكي. ايوه في زكي، زكي العمدة، زكي زكي ابو المفهومية. عن العمدة، عن الطهرم. فين القاتل؟ جوه حاز الظابط ومعاه جتة القتيل. انت؟ لا القاتل هو، القاتل هو، القاتل هو حاز الظابط. ومين دي؟ دي بنته الشاهدة الوحيدة على الجريمة. قبض عليها حاز الظابط. قبض عليها. اتفضلي معانا يا نسمة، وانت خليك جنب كرسي. بابا فين هو؟ انا ما قتلتش، ما قتلتش حد يا دنيا. بابا قتلتش يا دنيا. اسيبه بابا. اسمك وسنك وعنوانك ومهنتك. 52 سنة، ناظر مدرسة الأمل. العنوان مدينة الحب والأمل. أنت متهم إنك قتلت المدعو بدر الشبقاني. إيه أقوالك يا أستاذ زغلول؟ أنا ما قتلتش. وتعالى البيت تلوث إيديك بالدم. لما دخلت عليه ما كنتش أعرف إنه مقتول، ولما شفت السكينة بدون وعي مسكتها، وهو ده اللي خلى إيديا تتلوث بالدم. أمال مين اللي قتل؟ أعرفش. تعرف تقول لي أنت دخلت على المجن عليه في مكتبه الصبح ليه؟ لأنه بحكم وظيفته كعمدة أصدر قرار بمنع من التدريس في المدرسة وبفصلي من وظيفة الناظر. ليه؟ اسأله. اسأله؟ أنت بتهزر يا أستاذ زغلول؟ أنا ما بهزرش يا حضرة الوكيل، أنا نفسي ما أعرفش. مين اللي بلغك الكلام ده؟ سبق ليه؟ أنا داخل المدرسة كالمعتاد، منعني من دخولها وقال لي بدر أصدر قرار بفصلي. كان في بينك وبين المجنى عليه أي خلافات؟ أبداً أبداً. التحريات بتقول ان انت كنت العمدة بتاع المدينة السابق وتم اقالتك. ايه السبب؟ ونفس التحريات بتقول ان سبب اقالتك هو المجن عليه لانك طلبت قوي، ومش منه بس، منه ومن غيره ومن سكان المدينة. انا ما طلبتش رشوة من حد ابدا. امال هو كان بيتهمك بكده ليه؟ لانه ما عندوش ضمير. شفت؟ استاذ زغلول انت لازم تعترف بكل حاجة، موقفك بقى سيء جدا، لازم نعرف الحقيقة فين. ربنا عالم بكل حاجة، هو سبحانه وتعالى لا يمكن ينصر ظالم على مظلوم. اسمك وسنك وعنوانك ومهنتك. نوال زغلول مسعود، 23 سنة، مدرسة بمدرسة الأمل الابتدائية. العنوان مدينة الحب والأمل. أرجوك تملكي أعصابك وقولي لنا إيه اللي حصل بالظبط. أنا متعودة كل يوم الصبح أروح المدرسة مع بابا. النهاردة صحيت متأخرة شوية، بابا سبقني ونزل إنه بيقدس مواعيد العمل، يحب يحضر طابور الصباح مع التلاميذ. أنا نزلت بعديه بحوالي 3 ساعة المدرسة. سألت واحد من المدرسين، قال لي انه كان بيتكلم مع سبع الليل. مين سبع الليل ده؟ كان بيشتغل مع بدر اللي مات. كملي. رحت لسبع الليل، قال لي ان بابا راح للعمدة لانه طلع قرار فصله ومنعه من دخول المدرسة. وبعدين؟ انا كنت سايرة جدا. ازاي بابا اللي بنى المدرسة وبنى المدينة كلها يفصلوه ويمنعوه من دخول المدرسة؟ كنت داخلة مندفعة جدا، دخلت قط العمدة. ارجوك تقولي لي ايه اللي حصل بالظبط بعد ما دخلت الاوضه؟
شفت ايه؟ شهادتك دي مهمة جدا. لقيت لقيت بابا ماسك السكينة واقف ساكت خالص مش بيتكلم. صدقني بابا ما قتلوش، بابا مش ممكن يقتل حد. صدقني حضرتك ما تعرفوش، حضرتك لو عرفت بابا تعرف انه مش ممكن يقتل اي حد. بابا بابا ياما الناس قتلته، لكن هو هو عمره ما قتل حد. صدقني معلوماتك ايه عن الحبس؟ شوف يا سعادة البيه، أنا أصلي صحيت الصبح بدري زي عوايدي. أنا دائما وأبدا يا سعادة البيه أصحى بدري عشان أشوف مصالحي. كان العمدة الله يرحمه مبلغني أبلغ سبع الليل إنه يمنع الأستاذ زغلول من دخول المدرسة. أنا بلغت سبع الليل. بعد شوية سعادة البيه لقيت سبع الليل جاي يجري ويقول لي الحق زغلول أفندي قتل العمدي، زغلول أفندي قتل العمدي. بيني وبينك يا سعادة البيه أنا انسرعت، قمت زي المجنون رحت جري جريت، لقيت زغلول أفندي واقف وجنبيه بنته والعمدة الله يرحمه غرقان في دمه. كان راجل طيب. كان في خلافات بين المدعو زغلول والمجن عليه. ايه؟ طبعا إيه؟ طبعا وخلي بال سعادتك معايا من الفزوره اللي جاي. زغلول افندي يا سعاده البيه كان هو العمد، كان الله يرحمه العمدي ما كانش لسه بقى عمد. قام زغلول افندي حب يفرض اتاوي على العمدي اللي ما بقاش لسه عمد، اما الله يرحمه رفض يدفع الاتاوي وراح يا سعاده البيه يشتكي لجميل بيه ويشتكي للجنه. قامت اللجنة يا سعادة البيه رفضت زغلول أفندي. قعدوا يدوروا مين أحسن واحد يعمله عمدة، مين أحسن واحد يعمله عمدة، ما لقوش غير الله يرحمه قاموا عملوه عمدة. مين بقى اتغاظ والحقد ملا قلبه حقد كده من جوه؟ زغلول أفندي. قام يا سعادة البيه عمل عمليته. طب حاضر اقعد. طيب. لكن في ناس بتقول العكس هو اللي حصل، يعني بد هو اللي عرض الرشوة على زغلول. أعوذ بالله، أعوذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 100% رجال الزغلول أفندي هم اللي بيرددوا الكلام ده يا سعادة البيه. يا حضرة الوكيل على سيره جليل، ما شفت ازاي اللي اسمه زغلول ده؟ هاني قلت له ما تدخلش المدرسة وهو بقى زي المجنون. عيني خفت من منظره وهو واقف يقول لازم اقتله، لازم اشرب من دمه، لازم اريح بالسكينة. هو قال كده؟ ايوه حضرة وكيل النيابة، عيني سامع بوداني دول اللي هاكلهم الدود. وبعدها طوالي دخل على اوضة العمدة زي المجنون. ولما قال كده ما منعتوش ليه؟ ايوه انا كنت فاكر انه بيقول لك ده وبس، واني ما خدتش المسألة جد. داني حتى ضحكت لما قال انا هقتله. اتاريه كان مخبي السكين في جاكيتة البدلة. وانت ايه اللي عرفه؟ ده انا افهمه يا طايرة حضرة كل النيابة. هو كان حاطط يده على جنبه كأنه ماسك حاجة، ولما قال انا هقتله خبط على جنبه عشان يطمن على وجود السكين. انا فندم راجل مسافر ماليش اي علاقة بالموضوع ده. استاذ جميل لازم تعاوننا، عايزين نفهم ايه حكايه الرشوه دي بالظبط. يا فندم انا كنت بحاول اوفق بين الطرفين، حطيت راي دول على راي دول قدام اللجنه، كل من الرايين الاثنين عملوا وقفه ده موضوع تاني. لما انا يا فندم اللجنه هي اللي قررت ليش تعاون.